أفسدت الربيع. سيدات، لوزيا أجدي عرفت بطاي يمشي تعطيني يلا منضريح الآن. سيدات، منظر رائع جدا. نتمنى الغيث، نتمنى ذي اللي ممكن تقوت دي ممكن ومان. يلسان لوز يعبان غادي يحرويني من العلن. نيل الفرق ديال لوز تضوا دونك هو طاطي هي من العلن جات خسيو عوات شوية ريت تصور ضي. إذا هذا هو الفرق ما بين هاد جوج شجرات، اللي فاهم شي حاجة يجاوبنا. هذه كتاخذ لونه تقريبا الوردي والأخرى اللون الأبيض، لماذا؟ على اعتبار أنها نفس شجرة تاع اللوز. هو التطري ديال الطبطايصة فيها هذا هو جمال الطبيعة. لو سكري كما ترون في هذا الشريط من داتس بروفانس تنغير، احييكم انيسياتيف. هنا من إحدى قصبات بجنوب الشرقي المعروفة، سير على الأقدام خفوطار. الوقت يا ربي سلامتي ما يسول.
انيسياتيف شانل. If you want to follow more films, please be members on this channel. You can know more about Morocco, Southeast نحن الآن على إحدى أبراج المراقبة قديما. هو مدخل لقصر القلاوي بالقمت. هنا كان ممر القوافل التجارية، كان كذلك ما يعرف بطريق الألف قصبة، على اعتبار أن معظم القصبات بالجنوب الشرقي كانت تركز على جانب الأودية. إذا الاستقرار البشري على وادي الدرس كان السبب ديالو هو الماء. الآن نعاني من شح ونقص هذه المياه للأسف الشديد. أتمنى أن يروق إعجابكم هذا الشريط المختصر، هذا السطور هذه يفتض في غرون إلي ورس أنزوم أخطر يواتن مرنون أرتايتيكل تيرنين إنيسياتيف.